السلام عليكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نادي الاصدقاء. اليوم مثل ما انتم شايفين انا بروحي في الاستوديو، والصراحه افضل بكثير. الحين ليش جنكوز مش معانا اليوم؟ لان جنكوز قرر انه يخرج خارج الاستوديو مثل ما اتفقنا في حلقه الاسبوع الماضي، ليختبر موهبته في اعداد التقارير التلفزيونيه، علما ان التقارير التلفزيونيه مش بس في حاجه الى موهبه، انما في حاجه الى دراسه. علشان كذا جنكوز قام بدورات تدريبية مكثفة خلال الأسبوع، وكانت نتيجة التقارير اللي بيقدمها لنا اليوم في هذه الحلقة المخصص الحديث فيها عن العمل في التلفزيون. أنا في الاستوديو الحين في الشحنية، وخلنا نشوف موقع جنكوز. يعني جنكوز أصدقائي مثل ما شفتوا راح السوق واقف وحضر مجموعة من التقارير اللي بتشوفونها خلال حلقتنا لليوم، وما تنسون أنكم تتصلون وتشاركونا حلقتنا، والأرقام اللي تتصلون بها موجودة في أسفل الشاشة حاليا اللي هي 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. وخلونا نشوف من نقول له ألوه في فقرة تبي تفوز. ونقول ألو والسلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا يا فاطمة، كيف حالك؟ بخير. فاطمة شفتي حلقة من البداية صح؟ إيه. شفتي جنكوز وين مكانه؟ سوق واقف. سوق واقف صحيح. تدرين إيش قاعد يسوي جنكوز حاليا؟ لا. فاطمة جنكوز حاليا في سوق واقف، مقدم لنا تقارير حلوة بإذن الله راح نشوفها في خلال حلقتنا لليوم. مثل ما اتفقنا الأسبوع اللي فات كان جنكوز في حالة توتر وما أدري إيش وحالة ملل، حاول أنه يكسر الملل هذا بشيء جديد، والشيء الجديد هذا هو أنه يقدم لنا تقارير. بإذن الله أنا راح أتنال على إجابكم أصدقائنا، وتنال على إجابش أيضا يا فاطمة إن شاء الله. طيب يا فاطمة، ما قلتي لي كم عمرش؟ 7 سنين. العمر كله أي صف؟ أول. صف أول ما شاء الله. طيب شلون الدراسة معش؟ بخير. طيب لازم تجتهدين في الدراسة وتشوفين مستقبلك. تبين تكونين إذا كبرتي؟ تبين تصيرين مقدمة برامج؟ إن شاء الله. إن شاء الله، الله يوفقك يا فاطمة. طيب يا فاطمة جاهزة لسؤالش؟ ولا تبين فرق الاختلافات؟ الاختلافات. الاختلافات، يلا خلينا نشوف الصورة اللي معانا اليوم. وبالتوفيق يا فاطمة. أعطيني 3 اختلافات يا فاطمة. إن شاء الله. يلا. لون البركة. لون. طيب حددي لي اللون، أي لون يا فاطمة؟ حددي لي اللون المختلف. البرتقالي. البرتقالي صحيح. صحيح البرتقالي والزهري. حلو، هذه إجابة واحدة، يلا باقي إجابتين. المظلة. المظلة إجابة صحيحة، حلو. يلا يا فاطمة آخر إجابة وبإذن الله نش فايزة معانا. البنت مو موجودة. البنت مو موجودة صحيح، وهذه هي الإجابة الأخيرة. يعطيش ألف عافية يا فاطمة، ونقول لك ألف مبروك فزتي معانا، وبالتوفيق إن شاء الله في مستقبلك. طيب ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. ألو يا مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا مبارك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. مبارك كم عمرك؟ 11 سنة. العمر كله أي صف؟ صف سادس. صف كم؟ سادس. السادس، بالتوفيق يا مبارك، يعني ما شاء الله قادم لمرحلة جديدة وهي المرحلة الإعدادية صح ولا لا؟ إن شاء الله. جاهز يا مبارك الإعدادية؟ إيه. يلا وأقول لك بالتوفيق إن شاء الله. طيب إيش تبي تصير إذا كبرت؟ إن شاء الله دكتور. دكتور ما شاء الله. طبعا الدكتور يبي له دراسه ويبي له تركيز ويبي له تركز على مستقبلك اكثر من اي شيء ثاني صح ولا لا؟ ان شاء الله. نقول لك بالتوفيق يا مبارك، وان شاء الله اني بشوفك دكتور. طيب ايش رايك في جنكوز اليوم؟ اليوم راح يكون نديب لبرنامج نادي الاصدقاء، ايش رايك فيه؟ تحس انه بيقدم لنا شيء حلو ولا لا؟ ايه. يا سلام، هذا اول واحد يؤمن بجنكوز. طيب
مبارك، التقارير اللي راح يقدمها لنا جنكوز انا ابيك تتابعها. طيب انا مو في البيت، مو عندي تلفزيون. ما عندك تلفزيون؟ ايه. طيب يا مبارك، مو مشكله. طيب انا بعطيك سؤال وابيك تجاوبني عليه. حلو حلو، انت قدها وقدود يا مبارك. يلا السؤال يقول عطني ثلاث عناصر لاعداد تقرير تلفزيوني. يلا يا مبارك، السؤال سهل. المهارة. ها حاول مرة ثانية. عناصر مو ب المهارة أكيد لازم تكون موجودة، بس أبي عناصر تساعدنا في أن احنا نعد تقرير تلفزيوني مميز. تصوير. هاي مبارك، ما أسمع. تصوير. الكاميرات. صحيح، التصوير يحتاج إلى كاميرات، صح ولا لا؟ هذه إجابة أولى يا مبارك. حلو، يعطيك العافية. طيب عطنا إجابة ثانية. مدير ماهر. مذيع. صحيح، هذه إجابة ثانية. حلو، طيب يلا باقي لك إجابة. مخرج. وإجابة صحيحة، يعطيك ألف عافية يا مبارك، نشكرك صراحة على هذه الإجابة، يعطيك العافية. طيب طبعا صحيح أن التقارير التلفزيونية أصدقائنا في حاجة إلى عدة عناصر لنستطيع القيام به، منها التقنية ومنها التقنية ومنها الثقافية وطبعا الطاقم التصويري. نحن في حاجة إلى كاميرات وصوت وإضاءة، إلى مخرج ومنتج طبعا، ومذيع ومعد ونص. وتختلف هذه العناصر أصدقائي بطبيعة وموضوع هذا التقرير، علما أن تقرير ثلاث دقائق قد يحتاج إلى يوم كامل تصوير. خلنا نشوف جنكوز إذا كانت عناصر تقريره متوفرة ولا لا. يا سلام يا جنكوز، يعطيك ألف عافية، ما شاء الله دائما جاهز ودائما معداتك موجودة ودائما أفكارك تعجبني دائما يا جنكوز، يعطيك العافية. طيب بالتوفيق يا جنكوز، وأنا أنتظر صراحة تقاريرك اللي مقدمها لنا. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألوه لإيمان. يا مرحبا يا إيمان. إيمان السلام عليكم يا إيمان. يا مرحبا. ألو عليكم، أنا اسمي سيمون إيمان. يا مرحبا، من معي؟ إيمان. يا مرحبا إيمان. طيب كم عمرك يا إيمان؟ 12 سنة. ما شاء الله العمر كله. أي صف؟ الصف السادس. ما شاء الله، بالتوفيق يا إيمان. إيمان إيش رايش في جنكوز؟ هل هو تعتقدين إنه جاهز بمعداته هذه اللي معه ولا لا؟ إيه. يا سلام. طيب عندك فكرة عن عملية تقديم أو إعداد تقرير؟ عندك فكرة لا. عنها؟ لا. طيب عطيني عناصر من اللي شفتيها في الفيديو اللي قبل شوي. الكاميرا وحق الصوت هذاك، ما أعرف اسمه بس هو حق الصوت. حلو، وأيضا الإضاءة صح ولا لا؟ إيه. حلو، والكاميرات قلتي لي، وأيضا ها في واحد قدامك الحين، من هو؟ المذيع. صحيح، إجابة حلوة. طيب يعطيش العافية يا إيمان، هذا ما كان سؤالي طبعا، سؤالش أصعب بشوي. جاهز للسؤال ولا لا؟ إيه. يلا بسم الله. السؤال يقول ما اسم أول برنامج للأطفال على قناة الريان؟ تبين أساعدش يا إيمان؟ إيه ساعدني. فكري شوي وبساعدك، اعطيني تخمين اي شيء. نادي الاصدقاء. لا. طيب انا بساعدك، تبين اساعدك ولا لا؟ اي ساعدني، بس لازم تركزين معي صح ولا لا؟ صح. يلا يا ايمان انا بساعدك. اول حرف هو حرف الراء.
طبعا، وكان له اكثر من موسم يا ايمان، وتصويره ايضا كان ها له دخل بالمدارس، كله عن المدارس. طبعا رحله ما اسمع رحله برنامج رحله، يعطيش الف الف عافيه يا ايمان. طيب تتابعين برنامج رحله ولا لا؟ قبل كنت تتابعينه ولا؟ ايه كنت اتابعه. يا سلام. طيب من اللي كان يقدم برنامج رحله؟ ما اعرف. ما تعرفين؟ ما اعرف. ما اسمع. ما اعرف من كان يقدم. ما تعرفين ها؟ ايه. حلو، يعطيش العافيه. طيب انا اللي كنت اقدم برنامج رحله يا ايمان، يعطيش العافيه، انا اللي كنت اسجل الصوت. شكرا يا ايمان، يعطيش الف عافيه. حاليا مشاهدينا وصلني طرد، صراحة ما أدري وش هو هالطرد، ممكن مدير المسرح يعطيني إياه لو سمحتوا. عليكم السلام، ما شاء الله. طبعا أصدقائنا هذا مدير المسرح، وهو اللي يهتم بكل متطلبات الاستوديو وتنسيق وتنظيم كل شيء هنا في الاستوديو. شكرا لك يا مدير المسرح. طيب خلونا نشوف وش هذا الطرد اللي جايني. صراحة أنا ما أدري، اعتقد انه من جنكوز. خلنا نشوف. هو من جنكوز ايضا. مكتوب فيه اصدقائنا: اذا اردت ان تعرف ما هذا تابع المختبر. دائما غامض يا جنكوز، يعني عندنا فقره مختبر ايضا. طيب خلونا نشوف فقره المختبر. شكرا لك يا جنكوز، يعطيك الف الف عافيه. صراحه دائما تدهشني باختباراتك. انا صراحه اعتقد انك مره من المرات راح تجيب لي اختبار قريب من الاختبار اللي فات، لكن سبحان الله دائما تجيب لي شيء جديد وشيء غريب صراحه ما قد شفته من قبل. يعطيك العافيه. واصدقائي مثل ما كان يقول جنكوز في كتيب التعليمات الخاصه بهذا الفرن العجيب، ومثل ما شايفين في الفرن يعتمد على عكس اشعه الشمس وحبسها في داخل هذه العلبه
الكرتون الأسود أيضا يساعد على حفظ وامتصاص الحرارة، بينما النايلون يساعد على تخزينها وحفظها داخل العلبة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العلبة وتحويلها إلى فرن طوارئ في حال كنا في الصحراء أو في البحر أو في أي مكان معرض لأشعة الشمس ونحن في حاجة إلى تسخين الطعام. مثلا أنا بسخن فيه قطعة بيتزا برا تحت الشمس كاختبار لهذا الفرن، وبرجع لكم بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وابي اقول لكم صراحة انا جربت هذا الاختراع وترى بالفعل نجح. يعني شوفوا، انا جربت قطعة بيتزا حطيتها داخل الفرن وسخنتها برا في الشمس وصراحة نجحت صراحة. يعطيها العافية جنكوز، دائما ما يبهرني مثل ما قلت لكم، دائما عنده اختراعات جديدة، ومثل ما يقول لي بالابحاث يا جاسر بالابحاث، دائما يقول لي الابحاث. يعطيك العافية يا جنكوز. بس يمكن يبي لها أكثر من وقت، أنا استخدمتها بس ما طولت فيها شوي، تحتاج إلى وقت أكثر للتسخين بشكل أفضل. بس يا جنكوز تجربة جيدة ومفيدة صراحة. أصدقاء نعود لكم، وقبل ما نبدأ تبي تفوز نروح لأصدقائنا مجمون معجون عفوا. رجعنا لكم أصدقائي بعد فقرة معجون، صراحة فقرة جميلة. وحبيت أقول لكم أصدقائي، أنا ما صراحة ما أدري إيش فيني اليوم، لكن كأن الجو شوي متغير علي. في بداية الحلقة حسيت أن الأمور طبيعية، لكن بعد ما كملت الحلقة حسيت أن في شيء ناقص في نادي الأصدقاء، ما أدري وشو. أعتقد أن جنكوز موجود معنا هو، لكن ما أدري صراحة، مو في قلب الاستوديو، وحشة بالعربية، أنا مشتاق الجنكوز. طيب أصدقائي، نرجع لكم أصدقائي ونقول ألو.
الو يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا، كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. عبد الله كم عمرك؟ 10 سنين ما شاء الله. اي صف؟ خامس. صف الخامس، العمر كله يا عبد الله. طيب عبد الله، ايش تبي تكون في المستقبل؟ اكثر اللي في نادي الاصدقاء يبون يكونون دكاتره، ويبون يكونون رياضيين، يبون يكونون مهندسين. ايش تبي تكون انت يا عبد الله؟ انا بكون مدرس علوم. مدرس علوم، ما شاء الله، شيء جديد وشيء حلو. يعطيك العافيه يا عبد الله، يعني تبي تجهز لك جيل كامل. اي ان شاء الله. صح ولا لا؟ بالتوفيق يا عبد الله، وان شاء الله نشوفك معلم في المستقبل. طيب يا عبد الله، تابعت الحلقه من البدايه صح؟ ايه. طيب شفت جنكوز وتجهيزاته لتقرير اليوم؟ ايه. هل تعتقد انه بينجح؟ تقريره راح يكون حلو ولا ها؟ ايه اكيد بينجح. ان شاء الله انه بينجح. طيب ايش رايك في الاستوديو في نادي الاصدقاء؟ تعتقد انه شوي الجو ها مو معجبنا صح؟ ايه. بدون جنكوز مو بحلو صح؟ إيه، لأن كان في شيء ناقص. في شيء ناقص صح، أنا أقول من الصبح إنه في شيء ناقص. يعطيه العافية. إيه. جنكوز صراحة يضفي جو حلو، ودائما ابتسامته تكون هي مقر مصدر الفرح لأصدقائنا وطبعا لي أنا. طيب يا عبد الله، جاهز لسؤالك ولا لا؟ إيه. ولا تبي الاختلافات؟ الاختلافات. تبي الاختلافات، حلو. طيب خلنا نشوف الصورة اللي معنا. هذه الصورة قدامك يا عبد الله، وطلع لنا 3 اختلافات ونقول لك بالتوفيق. لون الكورة. لون الكورة، حلو، هذه أول إجابة، يعطيك العافية يا عبد الله. طيب عطني اختلافين بعد. وش اللون المختلف؟ الأزرق. حلو، الأزرق من اللون الزهري، يعطيك العافية. طيب آخر إجابة وتفوز معنا إن شاء الله. والمربع اللي ورا. أي مربع؟ اللي ورا. اي مربع يا عبد الله؟ اللي فوق البنايه. اللي فوق تقصد المبنى يا عبد الله؟ إيه. حلو، يعطيك العافيه، هذه 3 اجابه، والف الف الف مبروك يا عبد الله، يعطيك العافيه، مشكور، ونقول لك الف مبروك. اصدقائي، العمل التلفزيوني يستلزم جهد كبير، وفيه دائما فريق عمل كبير يشتغل ايام وساعات طويله علشان نطلع معاكم لساعه على الهواء. فريق إعداد يكون مسؤول عن محتوى الحلقة، منتج يلاحق كل التفاصيل المتعلقة بالبرنامج، مخرج يدير فريق التصوير كامل، ويكون مسؤول عن الصورة النهائية اللي تظهر لكم على شاشتكم. مسؤول ديكور يكون مسؤول عن ديكور الاستوديو من حيث كل شيء، وفي أيضا ندباء لبعض البرامج يروحون علشان يلحقون الأحداث وينقلون لنا تقارير عنها. مثلا نديب برنامج نادي الأصدقاء لليوم اللي هو جنكوز، مثل ما شفتوا راح السوق واقف. خلنا نشوف هذا التقرير اللي مقدمه لنا ونرجع لكم بإذن الله.
كيف الحال؟ الحمد لله. شو اسمك؟ وليد. وليد، تبورتي ماما في السوق وقت تحب الحيوانات؟ ايوه. ميار، تبورتي ماما بتحبين الحيوانات؟ البسة. ها، تبورتي ماما برسي لما ميار دو حب القطة إلا نتصم ماما رسي لما زي بوشك بوشك بوشك. ها، تبورتي ماما لي خاتي تبو برسي لبدا. ها، تبورتي دليتا مبرالا. Tomate da um parece na metade, amor, metade. Aham, tá aí, chamou parece na metade. Parai. Por esse mate. Era legal. Pup, pup, pup. Essa é a ordem da metade, amor, metade. Dá uma batida por aí, lá. Isso, amor. Na semana da cura, cadê seu tato? Era legal. Tadá! صراحة أصدقائنا هذا التقرير هو أجمل تقرير، هذا رأيي الخاص، لكن خلنا نشوف شنو رأيكم أصدقائي ونقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا يا سمية، كيف حالك؟ خير الحمد لله. يا سمية، شفتي التقرير ولا لا؟ إي شفته. أعجبش؟ إي حلو والله. حلو، يعطيك العافية يا جنكوز، أنا قلت لك التغيير راح يكون جميل بالنسبة لك. طيب يا سمية، كم عمرك؟ عمري 11 سنة. 11 سنة ما شاء الله العمر كله، أي صف؟ خامس. صف الخامس ما شاء الله. طيب يا سمية، ايش تبين تكونين إذا كبرتي؟ تبين تكونين نديب نفس جنكوز؟ ولا مقدمة برامج؟ دكتورة. دكتورة ما شاء الله. طبعا أصدقائنا في نادي الأصدقاء كلهم دكاترة ومهندسين وأساتذة، صراحة هذا شيء نفتخر فيه أنا وجنكوز صراحة. طيب يا سمية، قولي لنا شيء عن جنكوز، ايش رايك في تقديمه اليوم؟ هل في شيء خطا شفتيه في التقرير؟ لا، كل شيء ما شاء الله عادل ومجهزه من يعني حلو، واي شيء يشوفه ينبهر، حلو والله. صحيح، وانا ايضا يا سميه عندي سؤال لجنكوز، هل هو كان يقدم له التقرير ولا كان قاعد يتسوق في سوق واقف؟ لان شفته قاعد يدخل محل وما ادري ايش وخياط ورايح عند الحيوانات ويسولف معها بعد. تعتقدين ان هذا الشيء حلو ولا؟ حلو. ايه طيب، يعطيش العافية يا سمية. طيب جاهزة لسؤالش ولا لا؟ جاهزة. يلا بسم الله، سؤالش بإذن الله أنه سهل. السؤال يقول: يطلق على السينما اسم الشاشة الكبيرة، فما هو الاسم المطلق على التلفزيون؟ هذا سؤال سهل لكن يحير شوي. يلا يا سمية. ممكن تساعدني اختيارات؟ ما يحتاج اختيارات، سهل السؤال، بعيدة لش. أوكي، سؤال: يطلق على السينما اسم الشاشة الكبيرة، فما هو اسم المطلق على التلفزيون؟ الشاشة الصغيرة. صحيح، وإجابة صحيحة. أقول لش سهل يا سمية، ما تحتاجين خيارات. يعطيش العافية. وناخذ أيضا اتصال ثاني ونقول ألو. ألو، السلام عليكم يا تميم. عليكم السلام. يا مرحبا، كيف حالك؟ بخير. كم عمرك يا تميم؟ 11 سنة. العمر كله. طيب أي صف؟ سادس. ما شاء الله، الصف السادس. ايش تبي تكون إذا كبرت يا تميم؟ أنا طبعا أسأل السؤال هذا لكل أصدقائنا لأن المستقبل يهمنا، صح ولا لا؟ صح. ايش تبي تكون؟ مهندس. مهندس، يا سلام، مهندس، دكتور، أستاذ، اللستة ما شاء الله طويلة. بإذن الله أنكم أصدقائنا كلكم تحققون أمنياتكم وتكونون في المستقبل على اللي أنتم تبونه، وبالتوفيق للجميع. طيب يا تميم، تميم شفت التقرير ولا لا؟ إيه شفته. طيب كان حلو ولا؟ إيه حلو. إيش شفت في التقرير؟ شو اللي يعجبك في التقرير؟ إنه يسولف مع كل الناس ويسلم عليهم. صحيح، حلو، حتى الحيوانات بعد، لاحظت الشيء هذا؟ إيه لاحظ. يعطيه العافية يا جنكوز. طيب تروح سوق واقف أنت صح؟ إيه. طيب شو الأماكن اللي تحبها في سوق واقف؟ سوق الحرف. سوق الحرف، حلو ما شاء الله، يعني انت تحب التراث صح ولا لا؟ التراث الشعبي. ايه، وعند الحيوانات. يا سلام، يعطيك العافيه يا تميم. طيب تبي سؤال ولا تبي اختلافات؟ انا بعطيك الخيار. اختلافات. الاختلافات، يا سلام. خلنا نشوف الصوره يا تميم. يلا هذه الصوره قدامك يا تميم، وعطنا ثلاث اختلافات. بالتوفيق. أوكي. هاي يا تميم سهلة، ما يبي لها شيء. الرقم. حلو، هذه أول إجابة.
الكرة. طيب الكرة ايش فيها يا تميم؟ لونها اصفر اخضر. يا سلام حلو، هذه ثاني اجابه. يلا عطني اخر اجابه يا تميم. التيشيرت. ما اسمع. التيشيرت مال الولد. اي تيشيرت حدد. عندك ثلاث تيشيرتات، حدد اي واحد. لعلمين. لعلمين وش فيه؟ البرتغالي والازرق. يا سلام، يعطيك الف الف عافيه تميم، ونقول لك مبروك فزت معانا، يعطيك العافيه. الحين اصدقائنا صار وقت نختبر قدرتكم على التخمين، خلونا نشوف شنو لغزنا لليوم مع فقرة لغز. ونقول الو. السلام عليكم يا منصور. الو السلام عليكم. يا مرحبا يا منصور، شفت اللغز ولا لا؟ اي شفته. حلو. طيب قبل ما تجاوب خليني اعرف كم عمرك يا منصور. عمري 11. 11 سنة ما شاء الله العمر كله. اي صف؟ صف الرابع. صف الرابع، يا سلام. طيب ايش تبي تكون اذا كبرت؟ اكون دكتور. دكتور. دكتور، يا سلام. طيب يا منصور دكتور وشو في اكثر من نوع من الدكاتره؟ دكتور يا منصور. اسنان. دكتور اسنان، يا سلام. حلو، تهتم باسنانك انت ولا؟ اكيد صح ولا لا؟ اكيد. يا سلام، تفرشها ثلاث مرات في اليوم؟ اي. حلو، يعطيك العافيه يا منصور. طيب انا سالتك قبل شوي، شفت معانا الفيديو صح ولا لا؟ اللي هو اللغز اليوم. ايه. طيب شو الاجابه؟ عطني الاجابه. جنكوز ايش كان قاعد يسوي؟ كان يجسد لك شيء، ابيك تقول لي وشو؟ المنظار. حاول مره ثانيه يا منصور، مو بالمنظار، حاول مره ثانيه. هي قريبه من المنظار. هو شيء من عناصر تقديم التقرير. قلناها اليوم في الحلقه بعد. كاميرا. الكاميرا، واجابه صحيحه، يعطيك الف الف عافيه منصور. لكن قبل ما تفوز معنا خلينا نتاكد من الاجابه ونشوف الفيديو. يا سلام عليك يا منصور، إجابتك كانت صحيحة وأيضا إجابة جيدة صراحة. أنت قلت لي أنه كان منظار، لكن هو الإجابة الصحيحة هي الكاميرا. أصدقائنا راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقائنا مرة ثانية بعد هذا الفاصل، وأقول لكم وصلتنا خلال هذا الأسبوع مجموعة من الأعمال اليدوية منكم أصدقائنا، وكالعادة كلها أعمال جميلة وتستحق الربح. خلنا نستعرضها بالأول، نشوفها هذه قدامي الأعمال. يعطيكم ألف ألف عافية، دائما تكفون وتوفون أصدقائنا، أعمال جميلة جدا مثل ما تشوفون أصدقائنا. يعطيكم العافية، نشكركم صراحة على هذه الأعمال. طيب أنا أصدقائي راح أقرأ عليكم الأسماء على السريع بس. معانا عبد الرحمن، محمد، تركي، عبد العزيز، وعائشة، نور، مريم، حصة، موزة، هميان، فاطمة، هند، هيا، جاسم، إياد، وأيضا معنا ياسمين، وسيمة، هاجر، حنين، وعبد العزيز، المها، جواهر، عائشة، هند، رائد، وأيضا إبراهيم، والدانة، وأمل،
وصايف وخالد، عبد الله، مالك، هدى، محمد، نورة. هذه أسماء اللي شاركونا اليوم، نشكرهم صراحة على هذه الأعمال، ونقول لكم أنتوا فزتوا فقط بتقديمكم، يعطيكم ألف ألف عافية. خلونا نروح للقرعة أصدقائنا ونشوف ما اللي راح يفوز معنا اليوم. هذه القرعة قدامي ونقول بسم الله. من الحين أقول ألف ألف مبروك للي فاز معنا. خلنا نشوف من أصدقائنا. واللي فاز معنا هي هاجر، ألف ألف مبروك يا هاجر، يعطيش العافية، ورقمها رقم 18. نقولش ألف ألف مبروك يا هاجر. خلونا أيضا أصدقائنا نشوف الفائز الثاني معنا. بسم الله. ونقول ألف ألف مبروك لك أو لش يا وسيمة، ألف ألف مبروك يا وسيمة، رقمها رقم 17، يعطيش العافية يا وسيمة. وأيضا معانا الفائز الثالث لليوم، خلونا نشوف من هو أو من هي، ونقول بسم الله. أنا أتوقع أن الفائز معنا اليوم هو عبد العزيز، ألف ألف مبروك يا عبد العزيز، رقمه رقم 20، ألف مبروك يا عبد العزيز. مثل ما شفتوا أصدقائنا هذول اللي فازوا معنا اليوم، نقول لهم ألف ألف مبروك. والأصدقائنا اللي طبعا ما طلعت أسمائهم معنا اليوم، خلكم متفائلين وإن شاء الله تفوزون في المرات اللي جاية. ونذكركم أنكم ترسلون أعمالكم إلى بمبرا قناة الريان الفضائية في سوق واقف قبل مساء يوم الأربعاء. والحين نروح لعمل جديد في فقرة اصنع واربح. مثل ما شفتوا أصدقائنا، هذا هو العمل اللي بإذن الله بتقدمونه لنا الأسبوع القادم، ونشكركم صراحة على أعمالكم اللي قدمتوها لنا. لكن خل أستعرض لكم على السريع أعمال اللي فازوا معانا. معانا وسيمة، ألف ألف مبروك يا وسيمة، هذا عمل وسيمة.
شكرا يا وسيمة. وأيضا معنا عبد العزيز، هذا عمل عبد العزيز يعطيه العافية. وأيضا عمل هاجر يعطيش العافية يا هاجر، ونقول لك ألف ألف مبروك، ومبروك لأصدقائنا كلهم اللي فازوا معنا اليوم. وأيضا معنا اتصال أصدقائنا ونقول ألو، السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله. ألو. يا مرحبا. السلام. كيف حالك يا عبد الله؟ زين. عبد الله كم عمرك؟ 7. 7 سنين العمر كله. طيب أي صف؟ ثاني. صف الثاني ما شاء الله. ايش تبي تصير إذا كبرت؟ شرطي. يا سلام، أنا أضرب لك تحية من الحين يا عبد الله، وبالتوفيق إن شاء الله في مستقبلك، وبإذن الله نحن راح نشوفك ضابط. تبي تصير ضابط ولا أعلى من كذا يا عبد الله؟ ضابط. ولا تبي تصير لواء؟ ضابط. ضابط؟ أوكي، أنت مستقر على ضابط. أوكي، الله يوفقك يا عبد الله. طيب يا عبد الله، شفت حلقتنا اليوم صح؟ صح. شفت جنكوز إيش سوى في تقريره؟ إيه. أعجبك التقرير ولا لا؟ إلا عجبني. يا سلام، حلو. طيب شفت أيضا عملنا للأسبوع القادم في أصنع وأربح؟ إيه. بتقدم لنا عمل يا عبد الله ولا شارك معنا؟ إيه. طيب بالتوفيق يا عبد الله، لكن قبل ما أنتهي معاك خلني أسألك سؤال سريع. جاهز لسؤالك ولا لا؟ جاهز. يلا بسم الله. سؤالك يقول: ما الشيء الذي نمتلكه لكن غيرنا يستعمله أكثر منا؟ هاي عبد الله. اسم. ارفع صوتك شوي. الاسم. يا سلام، يعطيك العافية يا عبد الله، ألف ألف مبروك، ما شاء الله إجابتك كانت سريعة، يعطيك العافية يا عبد الله. ومعنا أيضا اتصال ثاني ونقول ألو، السلام عليكم يا شوق. ألو. ألو، السلام عليكم. شوق. يا مرحبا يا شوق، كيف حالك؟ خير. الحمد لله. طيب كم عمرك يا شوق؟ عمري؟ إيه عمرك كم؟ عمري 10. 10 سنين العمر كله يا شوق. أي صف؟ صف رابع. ما شاء الله الصف الرابع. ها يا شوق، تبين تصيرين دكتورة إذا كبرتي ولا مهندسة ولا إيش تبين تصيرين؟ دكتورة. دكتورة، يا سلام. دكتورة وشو؟ أسنان ولا؟ أسنان. يا سلام، لا تحسسيني ان انا اللي معطيش الخيار، انت تبين تصيرين صح ولا لا؟ ايه. يا سلام، بالتوفيق يا شوق. طيب يا شوق، جاهزه لسؤالك؟ تبين سهل ولا صعب؟ انا بعطيش الخيار حاليا. سهل. اوكي، سؤال سهل، خلي ادور لك سؤال سهل. يلا. طيب، ما هما الاسمين الذي يطلق على صوت الاسد؟ يلا يا شوق، صوت الأسد له اسمين، أعطيني اسمين لصوت الأسد. شعير. حلو، هذه إجابة واحدة. أعطيني صوت اسم ثاني للصوت يا شوق. تقدها وقدود يا شوق، يلا. ها يا شوق، انت جاوبتي بواحد اللي هو الزئير، باقي واحد. شو اختياري؟ تبين اختيارات؟ اجابة سهلة يا شوك، اخمني، اعطيني اي شيء. اسم صوت الاسد. انت قلتي زئير، اجابتك صحيحة، لكن انا ابي بعد اجابة ثانية. الزئير. الزئير صحيح، اجابة صحيحة، لكن اعطيني بعد صوت اسم اخر للصوت. يبدأ بحرف الزاد. الزين. يبدأ بحرف الزاي؟ ايه. زم. ها قريبة. يلا يا شوق. طيب انا بعطيش اختيارات، اوكي؟ اختيارين، اختاري لي واحدة منهم. تبين الخرير ولا الزمجرة؟ الزمجرة. الزمجرة، وإجابة صحيحة، يعطيش ألف ألف عافية يا شوق، فزتي معانا ونقول لك مبروك.
أصدقائنا حلقتنا لليوم خلصت، نتمنى أنكم تكونوا قد استمتعتم معنا، ولازم تعرفون أصدقائي أن كل واحد منا أكيد عنده موهبة وأكيد عنده هدف في حياته، وأكيد هو موجود علشان يؤدي دور مهم في حياته، صح ولا لا؟ وحياة الآخرين، فثابروا وما توقفوا تجارب مثل ما يقول جنكوز دائما خطوة خطوة. أترككم مع الكلمة الأخيرة لجنكوز ونشوفكم في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ونقول مع السلامة. تبرت لما اليوم وبتر مع جاسر، تبرت لما اليوم في سوق وقت، تبرت لما بيت، تبرت لما بيت. إلى اللقاء في حلقة جديدة. باي باي. تبرت 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 تبرت